خزيانا من يقرأ أديو بتفقن أموخن وبدمحكخ اللي إبن أمرخ خمندي دي يوم وخبواذا خي الصيبوثة قاوح دي لا موضة أديو بتهاوينا اتفقت دي لانيتا لو بهاوينا خرابورت دمحكخ اللي بوتيك ليندا جورج. ليندا جورج إذا تلوم شو مهتلا غذا أمنتا من أمنياثة دبني عمان سورايا هذا ليندا كيدخخ هاهيا قو أثرد أمريكا وشمح مطيلة الدوكان وشوبان ودولاثة كبيرة بس إدي يوم خازخلا برشتا قو خشولة كبيرة إبن أمرخ أننقايل وكبيرة إدي يوم مرغوبي له قو أثرديا له قو شوبان خنة ديل بوتيك ليندا جورج ديل خاص قو ملابس وتصاميم وقو إبن أمرخ إكسسوارات وبدلات العرائس. هل بات بتهاوينا نتفقتا مد ميوقرتا نورا نورا دي لآي آخا دي يوما إبن أمرخ إدارة آذي بوتيك إذا نورا لا دمرخ بشينا نورا بشينا بقاوخ نورا قم كل من دي ما يذ أتقيانخ منيلا نورا نو شمي نورا صبيح خريجة علوم إحصاء مواليد 83 يا بشينا بقى يمد لافة أطفال على هنا طير الشاوق لي شكرا نورا ادي خبر صواب طالا ادي اوضخ تسليط الضوء البوتيك ليندا جورج او الازياء او التصاميم دي لادي يوما بريشة قو اذي محل فليندا جورج كي دخلا ومعروفة لو إذا دقت تخيري قم خبينا إذا تلوم شو مهتلا قو قال حبريشة وزمرياث عبسيمة وأوم ملاحلوية وأنا تنياثة شبيرة دك نبقي من ليندا جورج ودك ممطيالة إبن أمرخ خأقرتا تا كل عما سورايا إدي يوم خازخ لبرشتا قو آذي بوتيك يعني إيثن أزياء إيثن تصاميم فمحكي لن الآذي مشروع ديخوا وبداية ديح وبخشوتي جو افتتاح عشتار هم موخن واو آخا جو افتتاح آذي بوتيك فأكيد كبخد أورخ بتفاصيل بش كبيرة ومحكي لن الفكرة إنشاء إث مشروع صراحة أول مشروع بديلة يعني من طريق إطلا من ناح يعني شركاء طريق شركاء من ناح طرح فكرة غدالح يعني ما كمرت ست ليندا بقخ مشروع بغداد وهي اتلا اطلاع يعني بهذا من دي يعني تقريبا 30 سنه هي اتلا خبره مجال الازياء والموضه يعني بحكم شولح يعني زمار وستيج وفساتين وهذا خمن ديانه فخزيت له انه ايه يعني اوكي بقخ مشروع جو بغداد اثوانه مشروع بالبدايه جو عنكاوا بس مره يعني بيخ مشخل بخله شوبة دي فثيلة آخر كم بتخيل مشروع بغداد ما ثت سرائي يعني أكيد قو بغداد بشله أكيد يعني وخاصة بثرد أرتا يعني بثختد آدخ مشروع هم مع أنت لأ وكم ساعد الناشطة الدقري وبش كبيرة لأن أكيد ما دام دير ناشط دير علم الماثة دي أو المنطقة دي أكيد دي بار قوارة دي بار مناسبات فمطلوبي لتهاويث آدخ شوبة آدخ دوكا تد هايبة مثلاً كتخاد قاض أومن ديت كبيلد لازال الدكان رحوق فكيف إنها وخشمد ليندا يعني ودهاويلة تصاميم يعني تخير خمن دي أن نقايل وبريشل بأنه مجال تشولة دي حد عمل دي كم شاوقلت بيشة كمصممة أزياء نعم وبالفعل أزياء دي بغزي آخا يعني فساتين دي بغزي آخا خالك شابل أخنا حتى يعني دهك خازخ مواقع التواصل كبير صفحات يعني يعني كمنخثي كبير موضة متعلق إلى جو موضة أدخ من ديان بس إيثن كبير من ديان آخا أو فساتين آخا بريشيلة يعني إت خ إبن أمرخ التصميم ديجيني من ألوان من ورود من فصوص يعني أناقة
صحيح، خذت هم يعني جرأة يعني تصاميم بموديلات احتمال، يعني خصوصا هاي تصاميم جديدة، يعني خزيت لها بس بوتيك جديدا، لا خزيت لها بخدوكة خيطة، يعني إن خزيت بخدوكة احتمال مقارب أوكي، بس نفسه لا، لأنه آي مصممة له فستان مثلا، ويا والد خكمة جماعة جو تركيا خيطيلة ومشدريلة، يعني تصاميم كلها من جيب أحكاوة تقريبا، يعني لا مرايخ كلها، يعني هرئيث خأكما، بس أكيد هم اتفاق بيني وبينه، يعني خزي هذا تصميم فايد لخ لكذا ماي، فأنا مش أما أوكي أو دارتشي لآخر منطقة كودخ سحب له. زين التواصل دبريل بين ثوغم بما انه آية منطقة، يعني ممطيلخ اللح فكرة بانه اخني مجتمع ديا ميل مرغوب جيب هذا من خادخ من دي؟ اكيد اكيد، انا يعني اتلا ثقة انه انا اخن جو ارض الواقع، امري لاتي جو ارض الواقع، يعني كم نافذ بغدادة يعني مو اجبله، يعني المودة الدارجة من دي الدارج، يعني يعني اكثر شيء كوذخ طلب الهادخ من دي انا، انه ونوعا ما هو مؤلخ من دي انا غريب، لان اي ثمناثة اجيب له من دي غريب صراحه، لا اجيب له من دي خيط الوشته، يعني يا ذا ثمناثة انا فذا لا من دي مختلف، يعني مختلف ايه فهم اوذخ طلب المنديان غريبه. نورة خيرك بانه يعني دائما مثلا موديلات دكاوي اخر او زباين دكيثه جاجا بمري مثلا كبخ اول لبس او نهاول ويشه لك كلو شيل داخرته، فبغداد اكيد ربثه لها بغداد كمرخلة عاصمة سوراي، يعني بغداد لأن كل تمركز سوراي بش كبيرة جو بغداد، لا صح بثر ترائل بو أرباس رغزيلا كبير من ناش، لا بس بغداد دشت النينو كبيرة مهجيرة، بس مع هذا بغداد ولا محفظت الخصوصية دي أحلى سوراي توثة دي الناشح دي لي بلاخو دي لي، يعني كخازخ لي بأنه أنت أمل جو حياة رغم الدمار دو يبري جو منطقة، فموضوع دي ذهب آثق بأنه ديخكم عملوته أم الزباين، يعني بأنه أي أول لبس وأي أي ثاني لبس، يعني معقولة بأنه فستان أو نفنوف بلوشين من أول نقلة وبعدين كفايش تالف دمرخ؟ حسب زبونة وحسب مناسبة، يعني إيث مثلا خا كالفيلة مثلا اتلا جلسة تصوير مثلا بيتها ومندي مميز، يعني ليلة البليطة مقامي ليلة خزي اللي ناشا، يعني مرات أثيا مثلا أجرال الأمرالي حتى بعارضة لمتت له، يعني تلخ هذه الأب يعني شو ناشا قد هوين أنا يعني مثلا مميزة بجلسة تصوير دي أو إيث منافة لا قدامي لا عادي حتى أني للويشة مرة مرتين، يعني حسب إلى كذا يعني الناس أذواقي له هي فمن هذا بنفس الوقت، يعني ابن امرخ سعرك بايش بشق قصه انها والويشه غدا قاثة او تت اكيد اكيد من سعره يعني اشتائر 100% دائما خازخ، يعني انها ايجارات وفساتين السهره يعني سعر دي كبير اقران كاو، يعني وخاصه دكاو قماش مثلا انها شولد ايدا انها خرز انها فصوص، يعني ابن امرخ مثلا موديل حقو قماش دي يحكاو، واصلا من الاساس قطعه دك شقليله قطعه قماش دك شقليله قبل الخياطه اصلا اقرن كويا، فكويا مكلفه يعني نفس الوقت وكتكثي اخته ايجار او تزبون هم مكلفه كويا، فاسعار مد منطقه داخله يعني هم انا مرنخ، يعني حسب فستان اذ فستان مثلا مثيح اقرن إيه فستان لا يعني بش أرزن يعني هاوة، فآتم شغلت حسب مادية مثثتة، يعني كده مثلا هذا فستان أقرني له لازم بالبداية يعني مشغلت له بخناوة سعر أنه نوعا ما هذا مسيطرة الفستان صح هادخ من هادخ، يعني يعني إبن أمرخ إيثم فساتين يعني إعادة كاوي يعني قمشن كاوي دمرخ عادي، يعني إيثم خكمة كلوشيلة لأنه هو فستان سهر يعني وإيب فصوصي له خرزي له، بنفس الوقت إيثم فستان كيث يعني بأنه مميز كاو أي صح وخاصة الموضة من قميثة بالخطوة بآذي شولة إثوالخ يعني آدخ فكرة أو إثوالخ إلمام جو موضة جو تصاميم آدخ من ديا مهمنة أكيد، يعني أنا ثيلي متولي جو مشروع يعني كمتيلي جو مشروع أنه أنا شمدي ليذن يعني لك إذن لف فساتين يعني خصوصا سهرة ما سهرة بس يدت يعني هرب حكم انه براتا او بختالث يعني يغذى براتا بختالث مهتمه بهذا مندي من ناحيه لبس من ناحيه فستان دغ بقت بلطه دغ يعني هذا، فكمر انا قابل لي واري مشغلت هذا شوله حقيقه، بس ما هي قاعد مشغل لي كم اجيب لي شوله كم اجيب لي تعامل من الزبائن ويذق لي زبائن ماك بقى، يعني كم خزاي شوله حل بسيمه وانيق بنفس الوقت،
يعني ايه حيل انيق يعني. هو يعني ابن امرخ منشو لا اصلا كشخال يعني. اكيد اكيد فايب اناقه ايب موضه ايب اطلالات حلوه يعني اذا من خادخ من دي. بس ابن امرخ بنفس تعدانا بانه ليت بلغته، فاكيد اي خطوه مهمه وكثير من الثقه بالنفس والجراه بانه راسا اشقلخ مشروع يعني كرائد ريادة أعمال كمرخ لآي بأنه مستلم لخ مشروع ودي أوذة إدارة ديح وتعامل ديح مد أمنتا يعني ليندا جورج أكيد يعني كمصممة لازم هاويلخ يعني خكمة من ديانة إذت المشروع أو الشولة. فإن من ديان فيلة جيبخ من خلال الخبرة جو شولة دمرخ؟ إيه أكيد أكيد من خلال العمل يعني ناشا دائما بتسب خبرة من شولة. يعني أنا يقلي بمشروع ويلبلي يلبلي إنه مثلا هذا فستان هذا خيله هذا فستان هذا خيله إيث مثلا ده مرات كهلا نزبونك بأنا فلان موديل لا مثلا قلت لك شاكل لك هذا موديل يعني احتمال مثلا كريثيات أو يعني كافي حسب جسم الزبونة يعني للي شرط إنه أنا خزين غذا الوشتة هذا لازم ما ندلوشن احتمال أنا لا راهم لي لا مثلا في ستانديت الوشتات احتمال انا لا راهم لي او انا الوشتات لا راهم لخ. فهذه هم تجي لي خبره بقاعده من مثلا هذا مش بتشاكل لخ يعني كاوي لخ اطلاع دائما يعني اكيد انا متابعه انا بصراحه ايه اجبالي يعني الانترنت يعني كذا بدها انترنت بيشه من دي اكيد بدوني فدائما انترنت يعني بصراحه كوذا بحث مثلا فلان فستان فلان موديل فلان من دي خزن يعني اجوبه خزن اجوبه الانترنت ويعني ابن امرخ مكتسبت هم من عن طريق مثلا الانترنت وكاي لك افكار خاثه وكنت كيف زباين اخذ اذا دخكم عملت امي تعامل ام الزباين صعبين وخاصه يعني الوشته يعني جلة امد مقدري اذن خخة فستان يعني او خخة نفنوف خازخ لك مبهدل يعني خلال قياس مثلا او تجرب دمرت كم قدوري يعني فهم يعني شو لك قصه كبيره يعني ناشد مراكز بقا واحدها وحريص اللح مثلا فديحكم عملت متزباين هذا من دي يعني عادي اخني يعني حتى حيل الزباين قليلا اخر كم يعني ايبن ما قدر اخلف فستان كما ايه طبعا اكيد بخذ ما قدرت الفستان بصراحه يعني زبونه امد يقل المحل راقي هذا احتمال ده ما لا احتمال لا شوقي لان ما قدر اخله ولا كذا ما هي لا اخني لا اني لا تلن اني حواجز لا تلن هذا مندي بمحل دي ذن يعني دائما سهوله ويا الزبون دائما متسهله فستان ما قدرت له اوكي عادي ما قدرت له ودخلت بعد تو دخله تاجب له لك اجب لك عادي يعني خلينا نتقبل كل مندي ايه ونطول خلق يعني بصراحه ويا الزبون مثلا ايث كمي مثلا لك بقى فلان مندي لك بقى فلان مندي كو دخله دخلت بقى زبونه بصراحه احنا هدفا انه يعني زبائن ديالي الجيبر وبلطي تاي مقتنعين وراضين اكيد يعني وحصلت له يعني اثي مثلا مرجع فساتين بعد الايجار بصراحه يعني كمري مقدخيته راضي والخو اكيد يعني تعامل يعني كبيره مرتاحين كان الحمد لله اكيد مثلا اودكي وذ اداره الشوله انها ويل كم خلق رويخه يعني هذا تدم عامل ام الزباين اذا خكمه لا ابخازه لكل مجربي لكل بخلصي بمري لك معاجب لان شو مندي عادي ف يمكن اثر مبتسمه ودي اكيد يعني لا الحمد لله ابتسامه الباقه اكيد عاجب لي لا عاجب لي ومبتسمه لا عادي يعني. عادي يعني ليله مشكله يعني لا خاز الجيبي وتخازيك تخنا وعادي يعني او شو ليله يعني اذ اخا اذ خي منطقه خيطه جدا عادي نتقبل نوره ديكور محل انت يعني تاثير قويه مثلا للوشته يعني حتى وبغزايا خواره لون خواره كبيره حلوه يعني ومميزه فأكيد خوارة وتاوي إن ألوان يعني ديغ بغزيي ألوان ربيعية خريفية شتوية صيفية يعني دائما الأرضية توي خوارتها وتهاوي ثنادخ من ديان يعني ألوان كبيرة حلوة يعني حتى تجذبي زباين بش كبيرة فالديكور منيوي ويعني فكرة منوها بصراحة ثيوة الخمن يعني من شركاء ليندا أخونا باني بال أهو الجيباني والي يعني وذوالا بحث الديكورات وهذا 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 بدوذا مزدلا من ديانة منقصلا من ديانة يعني بلطلة بهذه الصورة مختيرا أبيض يعني هر يعني ست ليندا جورج أيك هجيب له لون أبيض دال على الفرح يعني دائما أخني كي أخي مشغلة فساتين يعني فساتين حفلات فساتين عرايس فبياض هر يعني دال على الفرح
ديكور محل اول ما دثي وربي وبثخي ومشروع يعني ثوالة اخونا بانيبال كما زوالا تصاميم يعني بصوره هذا خك باخله هذا خك باخله هذا خك باخله زلوالا يعني الدكواثة مثلا من ناحيه نجار دوز لديكور او ناحيه ديكور السقفيه ومحل فمزدلا من ديانه منقصلا من ديانه وبلطله بهذه الصوره صراحه والحمد لله يعني هلوت انه مفكر بانه النابق ادخ من دي بادخ صوره يعني ايه بس مره والله يعني اثوى من ديانه مزدلا اثوى من ديانه وما نقصخ له يعني اثوى ديكورات مشقلب لنا بقوه يعني مغيره نبقوها فبلطله غير الشكل بصراحه يعني بلطله بعد يعني بش اختيره ما دي خمت كصوره قاما وكذا يعني اللون الابيض يرمز الى الفرح يعني واخني فساتين اعراس ومناسبات يعني كله فرح في فرحي له اكيد يعني دائما لون خواره كرامز البسخوثة كرامز الشلامة يعني صح أو الراحة النفسية بنفس الوقت يعني اللون الأبيض الراحة النفسية وناشم بدك يعني يبان أمرخ هذا كبارة عمره يعني هذا كأنه قدار بأنه اللون الأبيض مميز الجبه يعني لكن مينخ فساتين أعراس هم فساتين أعراس يعني موجودة لآخا وبنفس الوقت تصاميم لين ديليلو مثلا اوردرات كوذو تونيني فساتين اعراس مثيا اي يعني مشودرت الوالي خاكما يذا مارنخ يذا جماعات بتركيا وغير دكانه فايك مشادرينا مثلا صورت فساتين اتلن اني دا يعني موديلات خافن اشتيره واذي فايك مرسلالي يعني مثلا هذا موديل فايد لخ هذا موديل اختيره هذا موديل هذا موديل فاو بايش اتفاق بيني وبينه يعني انه هذا موديل ايك باي هذا موديل يعني لا مين المرغوب لك راخش بالضبط اي يعني منطقه حق مالخ يعني هذا منطقه حق مالخ انه كذا مثلا بنات المنطقه اذ بنات يعني طلبي انه بيردن اذ بنات بكيمون يعني اذ بيردن لحمي اذ لا على التول ابيض حسب الموضه حسب مثلا ماكا ودارج بالضبط يعني. ايه ايه بالضبط يعني كذا مثلا او قيطه تقريبا اغلبيه طلبيه وردن يعني ردن كاجبه ايه فهم مثيرا وجبات يعني فساتين ردن يوالها يعني حسب رغبه الزباين بالضبط يعني نعم بالضبط فاكيد هم عايخ مندي يعني ما عند تطوير شوله بش كبيره نوره الالوان يعني يعني اكيد كنت موسم كايل لون مثلا فإذا تغيير الألوان لو نفس فساتين كبيشك ما زيدوتو إلي لو خكمك بيشي تليف وكيف خاثب شوبي أكيد هي يعني كل موسم موسمي لي يعني إذ احتمال مثلا منافقة ملخ لا أنا لك بأن يعني هادخ موديل لك بأن مثلا موديل أجيبي ما شئت إذ زبائن بدأ ما شئت أجيبي والي هادخ موديل حصلي لي مناسبة هذه شئتك بأن نجرب أناي وكم جربي له هذا فستان يعني وكذا يعني كل موسم موسم كشتائر يعني موديل خاص يعني وغزيل خما وقيطة تقريبا ستنات حالة إثوائم قامي مثلا تولاد بش حالة هاي هذا من كيباراتينا بالضبط يعني كل موسم كافخ يعني موديل معين ده هذه شاطة بتخزيت همينة موديلات تخزيت انه تخرز يعني تخرز حالة بش تقري يعني كموديل حديث خرز بتخزيت ستناتها مبدأ بتخزيت عادي يعني ستناتها من هذه الشات بتاوي بالنسبة للألوان هم إيف يعني أكثر شات يعني أكثر موديل دارج هذه الشات حسب ما دي أنا خزين أنا إنه سمائي إيف طلب السمائي إيه فيروزي إيه فيروزي نعم على خضار فاتح يعني وكيف مثي أخلي نموذج أخضر هذا هي يعني خزيت لاني الوان انه طلب عليها واث اث لا يعني مثلا كبتبعت عالم الموضه بالضبط. ما كاوه ايه. واكيد كبار ختنسيق او خترتيب بنفس الوقت تداث او من دي المرغوب يعني جو انهاو جو منطقه وانهاو جبت زباين يعني يعني حتى انهاو بناثه او انهاو انشده كلك متبعي موضه يعني ميلة الثقيطه او ما هدي ناخذ ميلة انا الوان ميلة انا قباشات مثلا دانتيلي له تولي له خرزي له ستاني له يعني كبير تفاصيل ايثن يعني وايثن خكمه لا مثلا انه خمندي بسيط كبيره حلو يكاو يعني ايث حالك جيلي بساطه كافي يعني موديل يعني ساده كاجب بحال ايه همينا ايث وحسب ايث لا بيفخم حسب يعني هم مناسبه كثيا يعني اني العروسه مثلا بقى خمندي مميزه لادق مندي انا فحسب بلا حسب مناسبه حسب براتا ما الى مناسبتها اصلا يعني كالفاله او يعني عادي
أخوان حي القوارة أو خافة، يعني فرقي موديلات. يعني الفساتين تختلف مثلا من كالو، من قلوتة طبعاً أكيد، من خاثة خثنة، خاثة أكيد كالو أكيد. قلوياثة أخني دائما آخا أتن قلوياثة كبير كا يعني قميثة خذ قلوتة بس ده هو بغزاي بأنه كا يطلط قلوياثة وأربي قلوياثة، فإيثن خستاي الخاصة قلوياثة آخا. بصراحة ذهب بغدادي يعني كان خزن إنه لا لأوذي أكثر من قاروتة، هر خقري وخقاروتة أنا لحد الآن. ولدها هي ولدها يعني إن ويلة بالمستقبل بلكي يعني إن حصل له مثلا إثري قريوة طلافة قريوة أهت يعني مجبر مثيت إنه فساتين يعني تتريقى رويافة أو تتلافقى رويافة يعني لازم أي لازم يعني. وأخني بصراحة يعني مفرخ من ديانة إنه تاوي خناه مختلف يعني عن منطقة يعني موديلات تختلف بصراحة نوعا ما يعني كان لي زبائن آخر يعني كمين بصراحة أطلق من ديانة يعني أنا زلي الأربيل لغزي لي هذا موديل يعني إتلي زبونات هذا كمريلي كما هي بصراحة يعني وخملة ثقيلة يعني نتعامل بالخملة الثقيلة يعني لتلن فساتين خفيف يعني إتلن دا لاحظة من داني يقولنا يعني كنوعية قماش أكيد يعني لأن موديلي هو لقو قماش دي بصراحة يعني لندا يعني مثية من ديانة إنه تاوي راقي يعني كده شمد لندا جورج يعني أكيد زين زباين دي كلها من بغداد كاوي يعني لو التخكيثة من دكان لا إتلي 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 زبائن يعني من أمريكا من أوروبا إتلي يعني زبائن بحير دوكا من براي يعني أكيد من خارج إتلي من دهوك إتلي من أربيل يعني ما عدا منطقة يعني ها إتلي لا الحمد لله يعني يذت يعني شمد ليندا جورج دائما من تاما تازخ بوتيك ليندا جورج يعني يذي يعني وإتلي صفحة وكم تبعي لا وكذي تصاميم ولو أنا لا كل فساتين مصلنا بصراحة لك مش تقرن كلها فساتين الصفحة جديدا يعني تاخذ صفحة يعني خاصة اكيد اتلن انستغرام اتلن كله يعني وسائل التواصل الاجتماعي اتلن بال جي بوتي زين قايلك من اخذت كل تصاميم يعني هرك بين طويلة زبونة فضول انه تسيالي المحل اذا ما ايثم ولا بي يعني كل من دي مش تقراي الصفحة يعني لك باش من دي مميز او مختلف اكيد اي هرثة ذاتي اخر انثن دمالي او من دي ليت مشترتح كمان لا ما انا بقيلي هذا انه تاوي تغيير حتى داخل المحل أكيد شد آثة خازة يعني يجوز خك مقاقة خازة لقو صرطة بينما أن خازة للحقيقة غير من ديكاوة يعني هذا خطوة يعني دائما كيف صورة مثلا إنها فلاتر أو غير من ديان بس كنت كيف آخر حقيقة مش حلو يكاوة يعني هي صحيح نورة استافد عمل ديوخن يعني كمائي واتو بلاخ آخر هي من أنا كإداريات أنا يعني وقتلي براتة من يمينة كم شغلة هي إلا خياطة ما خياطة يعني فستان مثلا كاثر إيقا كاثر ويخا كم إيقالة أو كم روخالة أو كم كريالة أو مثلا إذا زبائن كمي أضا موديل كيلي كاجب لي بس بصراحة قتلي فلان قطعة وقاوح ليلك أجبالي لا مشكلة غير أخلى شقلخلة قطعة عادي كان كماخ أهم شيء يعني زبون إضراب المظهر الخارجي جديد يعني كده تحف ليلة يعني لازم أو كيلي كاوذ هذا وكيلي كافي الجيبان إنه يعني دار قتلي ثقة من دي ديقة وذخلة حيلة فهذه مثلا إذا لك بأنايا هذا من دي لك بأناي عادي يعني ما دق بقى تبدو لخلخ كم غيرخ بالضبط يعني اتخو اوضة خاصة خياطة اخا تقيمة بكل من دي يعني امد اثيا زبونة هو يا مرتاح مو شقلال الفستان من داخل وزال خشو بخنا محل بخلي محل يعني نعم. اتخو خياطة وقاي مرد بالك هر اخك مرد بخلي وكو بخلي دق بقى كمان اخو الحمد لله يعني جدا راضياتنا زبونات يعني من هذه ناحية ترتيب فستان يعني الحمد لله أكيد يعني ناشئ مزال الدوكة هاو مرتاح مش أقل من دوكة مثلا أو كبير معوق كبير مروق وحسب دغد ميرخ يعني كدغذا وجسم ديح يعني أو ما كراهم إلا يثن قاقا بتوم تخملت خمن دي بالع بس من أثي آخر خزي خمن دي خنة يعني ليل شرط حتى لون قاقا هو يدريث خلون بالع بس إيه متخزي خموديل والنخيثة خاثة بس بغير لون احتمال مغير رأي يعني أيه. فأكيد إثاثة المحل يعني الدور راضة يعني أكيد أكيد الزبونة إيثك مرسلي لي صفحة كميلي مثلا أختو لته خدمة توصيل لا يعني بصراحة أنا خدمة توصيل بهذا مشروع ما أشجع لا ما أشجع نهائيا قي لأنه زبونة أمد أثيا
ومقدرة وأوضة، يعني ليلة مخ إنه قطعة مش شاذرة قياس 42 بس احتمال تاويلة حيل خلل بقاع ليلة متخزياخ أنا ودماغ مثلا فلان مندي ليلة اختيرة ألخ أو فلان مندي لازم تدخل التعديل، يعني كفرقة إنه شاذراخ قطعة وأنت تبتلين بها وقط يعني قطعة أخذ خزياء يعني أخني قا يعني تلي خياطة شاطرة أي كذا كذا دخمرة بالخي الفستان ودخب دوذالة خيلهم بلطالة إن شاء الله راضية واخترتها يعني أكيد. هو مندي المميز دي القومحال بأنه بضاعة دي لموجودة آخا أو الفساتين دي لموجود آخا نيلة من تصاميم ليندا أو نيلة مثلا من أوردرات من تركيا كبدلات عرائس وآدخ من ديان، فيعني إبن أمرخ قطع مميزة لكبيرة دي لموجود آخا لين ما رليلة مكرر احتمال مثلا بزالخ غير شوب بخزي تخخى قطعة إيثن منح مثلا ولشقين نفس مثلا إيثن خمح الخنة ولشقين لنفس قطعة، بس المندي المميز بأنه ليندا جورج كلهم كي دخلة أكيد ومن التشن يعني ليندا جورج كي اسقل بيما وكزمرة وكت زمرتها بخ إطلالة مميزة كويا بخ لوك خاثكا بخ فستان يعني أكيد كلهم كم فرج أخوة يعني الإثمندي، فطبعا يعني خائب دار بالع بانه اكيد انا فساتين ولا موجود اخ يعني او انا تصاميم ولا موجود جو اي نعم بوتيك اتلن اتلن خدمة تصاميم اي اي يعني مصممت لها يعني اي لوجت لها الستيج اتلي منها اخذها ويطلب له يعني بصراحه يعني موديلات غريبه هنا يعني مميزه هنا تخزيت انا لا كما لا بتخزيت مقارب بس مخواثه لا لان كمان اخذت لها اي يعني مصممه يعني اذا اتلا خاصه دقيانه يعني اكيد اكيد يعني كوذاله تصميم وخيطيلة حلو وكاثب اربع شكل دغدك بال اي دغدك ام تخملت قاع اكيد. نوره مرخي ما تطلع ثقي علي وات نعم فديخ كم رتبت بيني باثخ وبيني شولخ هم يعني يعني قلت لي ابن يالي مدارسنا بس قلت لي خطف لزورتيلا يعني ما هادخ وهادخ يعني مرات كايبي مرات لكايبي يعني مرات مثلا شوق ناشي القبة يعني دغدك رحمة حسب, يعني حسب مرات لي بدثين نهائيا كما يدا برات دي لمني يعني لي بدثين الجعذوري فيعني وحدة يعني تراعي اللخ يعني شولا ما سايك لا لك سايك أكيد يعني هر كاويلا يعني وكل يوم ما تتشبث بسيخك ومحل نعم بس يوم الأحد لا يعني هر عطلة منطقة لأحد ف لك وأنا أخلي لأخو زباين خوش هذا؟ بحالك ذا يعني بصراحة إن كذا مثلاً زبون كذا إثي مدوكة رحقتها وأنا لك بان معذبن زبائن هم من كثين يعني مبيثي هلا أخا كثين بس بتخي محل تخازقت أو بالط يا بتشاقل يا لك شاقل بس آت لازم يعني لازم تاوي شو لخ يعني يبمرونة يعني ثيم رحوقة وآذي يعني هل كذا تأرخيلة بين رويخة أكيد لازم يعني وكذا يعني هر يعني أنا مسؤولة إن هذا الشولة يعني بقى بلطن إنه بخصورة وكيت وينقمي أكيد جماعتي يعني أخني هم دي يوم مثلا نيشة ديا أو هدف ديا من آذي تفقتا أو من آذي لقاء يعني إلى المغزغ بأنه إتن يعني نساء كمرخلة قويلة كمرخلة مدبرة نياثة قوبيثة بس بنفس الوقت انبلطي الشو لهم التإدارة التمدبرانوثة كبيرة حليثة قوشولة فدائما أخني يعني أنا من ناشق دعما دائما مشاريع دقيمي قوي إنشاء أو أتثك مرخلة أو نساء تخاطر ابن أمر خير ريادة أعمالي لي. يعني غذاء مكتشفة بجيانح يعني يجوز آيات من زمان إثوالخ إث فكرة أو متمنيت وهويت وتبخدوكا بالخطوة بس أكيد أم الطموح وأم التخملتا ليث مندي رحوقة يعني كم رخلمك بس كم حقق يعني ناوخا هاوي الهدف البالح أكيد كم حقق فهيدي هيدي ناشا كودكم شار قو شو لو خطوة خطوة خاص بجانع بأنه بريل خط غير قو خايح يعني فإيبخ ما حكيتنا التغيير دبريل جيبخ من يعني بيثة وتوا يعني كأم قو بيثة ولدها دارة البيثة يمي وتقو بيثة أكيد أو ربت بيت مثلا وبثيت الشولة مديرة إث شوبيوت يعني فما حكي لنا التغيير دبريل بخايغ بيني بيثة بيني شولة
يعني هربة ثباثة كذا وشو لا شو لا ذاي الدخي يعني كان كثير آخر صحيح قضياني مثلا وقت عملي له وهذا بس عادي يعني خزاي مندي بسيط يعني وقت قلك راخش لا أخزي لك تغيير آية جوجيا يعني بأنه لا رأش لك بأنه شو لغ بش منظم له طبعا جدول دي يغبش منظم طبعا أكيد يعني بيتا هر أو بيتا صحيح أكيد أكيد إذا أمرخ بشولي لو منظفي لو صحيح ترتيباتي له بس إما خادك نابق البراء يعني الشولة فأكيد كبار خطغير يمكن شولة بشكم ناظم أو بشكم راتب إيه صحيح هو من شول الأطفال أصعب بيله بصراحة شول البيثة بش أصعب بيلم هذا الشولة ولو هم هذا شولة بقيل الخلق يعني هم صعب لا سهل يعني بس إن أتلخوها سب مندي لا لخزيت لصعب يعني مندي إما تهاوي لخوها سب قاوح أو ملبخ يتكوذت لي يعني لا لخزيت لصعب نهائيا أي كثية من إما تهاوي لخ ناش سنادخ ناش معينا ناخد ياوي لغ دعم معنوي أكيد أكيد هذه دعم معنوي أي أكبر خطوة لتا إغذاء دمحقة هدف ديح أو دمتخملة بطموح أكبر مدئيلة بقاوح يعني فأكيد هذه ليه القصة يمتهاوي لغ دعم معنوي ودمشجعي لغ بش كبيرة ومنفس الوقت من خبرة يعني من خبرة قبرية ممارسة شولة يعني هذا دمرت ناشا بش قبائل شولة وخاصة شولة قبائل وموضة كلها بخلة أكيد ثلاث بختبراتها لا أجبالة موضة يعني يعني حالة مندي اختيرة إلى بصراحة يعني حتى لها هي للمناسبة بس ما قلب خادخ بصفحات ما إيثن لازم يعني لابن نورة وغبغ سايا قو محل يعني فساتين سهرة لي فساتين أعراسي لي وبنفس الوقت اكسسوارات يعني ولا موجود آخر فهم هذه مثلا خجناح خاص ضفل الفساتين دمرخ تخاطر ايه متبقية اثية مقبية من داخل متبقية كل مستلزمات دي عشق لنا من داخل اكيد اخني يعني اكسسوارات يعني هرأي تقريبا ملحقات الفساتين هاوي ايه خصوصا كلفة يعني كثية مثلا فستان عروسة دائما كي وخلا مندي تبقى دا كوساح مندي تبقى دا يعني كقلادة يعني عقديلة او رشنا فعلا يعني أنا كلها من ديانة كيوخلة موجودين وكيوخلة من ضمن فستان عروسة يعني إيه يعني كان جبل إنه دلمجها خل زبون قيب الزلمة مثلا جيل أو هذه كلها يعني رش فستان يا وخلة أخني إيه يعني كلها من ضمن المستلزمات العروسة لا فأتلني همينا وركن خاص بالإكسسوارات إيثن إيجار إيه نعم إيث إيث كوسة إيث يعني عادي رشنا ثينا عقدينا كل من دي يعني إيه نعم زين إيه تخملت جو تطوير المحل بش كبيرة أو ضيفوتو خمن دي خلنا المحل بالإضافة إلى مثلا الفساتين والإكسسوارات حسب منطقة يعني منطقة من دي تآجب له وإيبن ما ثخل المحلا تايبن ما ثخله يعني بدو ذخلة إيه احتمال يعني يعني مشروع هركايب تطور يعني لك هاو دغدك باثخ أول مرة أخني يعني بثخلا بادي صورة احتمال تاويلا فقرات مزيد أخ بعدين حسب طلب الزبائن يعني إذا الزبائن مثلا ذاته طلبي أخذها الدارج إنه مثلا قفطانات أو زي خليجي أو هادخ من ديانة كطلبي بصراحة أنا يعني كمي حاليا لتلي حاليا لتلي محل بس فساتين أعراس يخ وفساتين سهرة يخ هي مستقبل لك إذا ما بحاصل يعني أنا دائما مستعملين تحنة وآدخ من ديان إيه إيه بس أخني من المشجعين بأنه أخني إتن الوشتة إتن الوشتة عميتة يعني إتن تراف فلكلوريا فليتم تخمل بأنه أذوتو خجناح جو بوتيك تهاوي الأزياء التراثية والفلكلورية ونفس الوقت يعني بايش إحياء تراث ديان جو مناسبات خاصة بحنة يعني نعم. جو نيشن يعني بدل لو شخصي هندي أو يعني مع احترامي تكل أزياء بس أخني تن أزياء خاصة بقيانا فقايب لو شخ أزياء تخنة فإن هاويثن آدخ شوبان آدخ محلات آدخ بوتيكات فأكيد يعني تشجيع رابل بأنه بوتيك بكل من دي يعني فساتين أعراس فساتين سهرة بالإضافة إلى الأزياء الشعبية والفلكلورية ولو الحمد لله ده هو بغزايا كبير من جوانق وخماثة يعني عليمة آخذ أثرة والبواذغ ضي الصيبوثة قول وشتة عميته فليندا جورج أو بوتيك ليندا جورج إيث تخملت بأن هاويث خجيناحت الوشتة عميته يعني هاويلة سامة موخن آخر الوشتة عميته حاليا لتلن يعني لخمول هذا فقرة بوتيك ديدا كما مستقبل لك إذا بعد يعني ناشا بعدين كنفاكر بقاوح وآخر يعني بغداد إيث يعني إيث دكواثة مختص
مختص يعني بالزيت بالزيت تراثي بسواء انا دغديداي اثورناي من ديان يعني ايث حيل اخر خزيت محلات انا مختص بهذا من ديله ونقنا شهر لازم شوق فرصه دخلنا دم شغلي يعني اكيد يعني لازم ايه يعني ايثن دش مثلا محلات او دكان نعم. ادخل وشته وادي بس خاص اعراس ومناسباتي يعني ايه ايه مندي اكيد بس ما جينو خنو الله موافق له وقوثو له فما بقيت امرتا مندي خرايا مندي خرايا انا شكرا يا اخو قناه عشتار المره الثانيه دكم شرفال انا بوتيك جديدا لانه بافتتاحيه اكيد وذا ولا دعوه ثيوالا ومندي دتري انا بقال النصحان انه بنافه خصوصا يعني مد اثيم اجرى لمتوا مندي ببالح مثلا انا بتشقلان فلان مندي لا قات مثلا إث مندي دغدميري قبل خناوة مثلا جسمك لك يعني لك اتقلح هذا موديل فيعني لا صدمت امد لو شت لو لبلطة اخترت ليه لذنبي انا يعني ايه فانا بنصحها خم مندي دراهم لخ دماغ مثلا هذا موديل وكافي كافي اخا كما مثلا هذا موديلك راه ملاح وتويل وشته يعني بالضبط اكيد وبالاضافه بانه ايثن خجناح الاحجام الخاصه خاصه نعم يعني اتلن مثلا لك مساعد قشمي لان اغلب الفساتين خازغله خصري زوره دها بس الاخ متوفر الكل مندي وايثن احجام خاصه اتلن احجام خاصه وحتى ملي كان حجم خاص كي اخمثي يعني انا متوي قمي انا انه اتلن احجام خاصه اكيد الها موافق لوخن شكرا حبيبتي بس ما جيانخ بصيخي كبيره ادي تولن امه وكما حكيتن واكيد يعني ودلن منهرتا او خطصليت الضوء الاثم ديدي لخويشح اذي محله اذي شوبا وبنفس عدانا يعني ولن دورت اتى تبختا تد ايضخ ما قد ديلا فعالة قو مجتمع وما قد ديلا بلختا خازخلا قو بيثا وخازخلا قو شولا وأكيد دمرخ لها موافق لأخو قوش ولوخن وبياوخ شلامة وإيقارة تأمنتا وميقارتا وعززتا ليندا جورج أكيد يعني خشوان إثوالغ زباين وشقلا من عدانا ديخ وبقي انتخرا خمندي خنا بأنه أنا إث الوشتة ديون الوشتح إديو لو إث نفنو ديون مسقلتا قايح إديو من بوتيك ليندا جورج ويوا بس مجيان النورة نورة وأم سرمت ودل اختيار اللون وفستان أكيد بس مجيانه شكرا خزيانا من يقره هلا خمات خلخو تامد آذي اتفقت دواء مدم يقرتا نورة ودك بيذ آلا بش كبيرة الآذي محله الآذي بوتيك دي لب خشمد ليندا جورج أكيد دغدت خيري ليندا جورج إذا تيلا ومشومه تيلا جيبت كل عما سورايا كو قالع بسيمة وقو زمرياثة حبريشو وقو أنا تناياثة أنا نقايد كما مطيالة تكل شمائح شلاما وإيقارا ليندا جورج.